انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي وسط مخاوف من فوز اليمين المتطرف. السعودية تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف ثابت ضد إيران. الجيش السوري يعلن إسقاط طائرة بدون طيار قرب مطار حماه العسكرية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أسعد الله صباحكم بكل خير، والبداية ستكون من الملف الأوروبي. انطلقت صباح اليوم الانتخابات الأوروبية التي سيصوت فيها أكثر من 400 مليون ناخب أوروبي حتى نهاية الأحد المقبل في دول الاتحاد 28 لاختيار نحو 751 نائب في برلمان القارة وسط مخاوف من تصاعد اليمين المتطرف في أنحاء القارة العجوز وتنامى غير مسبوق للتيار المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية والاتحاد الأوروبي ذاته. يحاول الأوروبيون حسم أمرهم في أو حول اختيار مرشحهم الأفضل الذي سيعبر عن آرائهم وقراراتهم أمام العالم، خاصة في الفترة الحالية والتي وصفت بأنها الأكثر حرجا وخطورة منذ نشأة البرلمان الأوروبي وإجراء انتخاباته الأولى عام 1979. المزيد حول المرشحين في العرض التالي. Thank you.
البرلمان الأوروبي يعتبر المؤسسة الديمقراطية الوحيدة متعددة الجنسيات، ومن اختصاصاته المشاركة في سن القوانين المتعلقة بمواطني الاتحاد الأوروبي وتحديد الميزانية العامة. وتمتلك ألمانيا أكبر نسبة من النواب ب 96 نائبا. البرلمان الأوروبي مؤسسة ديمقراطية وحيدة متعددة الجنسيات في العالم، مقره الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، والفرعي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. عدد الأعضاء 751 نائبا. عدد النواب سينخفض إلى 705 نائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يتم انتخاب أعضائه منذ عام 1979 في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يتم تنظيم الانتخابات كل 5 سنوات. لا يوجد قانون انتخابي موحد. الدول الأعضاء تنظم الانتخابات حسب قوانينها. داخل البرلمان يوجد أكثر من 200 حزب ضمن كتل أو مجموعات. دور البرلمان الأوروبي: المشاركة في سن القوانين المتعلقة بحياة أكثر من 500 مليون مواطن أوروبي. السلطة في تحديد الميزانية العامة بمشاركة من مجلس الاتحاد الأوروبي. يقوم بمراقبة جميع الخطوات المتبعة من أجل تعيين رئيس المفوضية الأوروبية، ويملك صلاحية حظر أو وقف أعمال هذه المفوضية. توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية لكل دولة في الاتحاد الأوروبي. ألمانيا لها 96 نائبا في البرلمان. فرنسا في المرتبة الثانية ب 74 نائبا. أما الدول الصغيرة مثل قبرص ولوكسمبورغ وأستونيا ومالطا فلا يتجاوز عدد ممثليها 6 نواب. يملك كل مواطن أوروبي الحق في الترشح لخوض الانتخابات الأوروبية. انطلقت انتخابات البرلمان الأوروبي وسط مخاوف من صعود تيار اليمين المتطرف المناهض لاستمرار الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى قادة أوروبا إلى الحشد لمواجهة الفكر الشعبوي والتركيز على قضايا الوحدة. تحبس أوروبا أنفاسها وسط أجواء محمومة مع انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي التي تعد الأكثر حسما وتأثيرا في مستقبل وحدة القارة الأوروبية، خاصة في ظل صعود قوى اليمين المتطرف وغياب التوافق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع حدة المظاهرات العمالية في كل من فرنسا وألمانيا. الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية المناهضة للاتحاد الأوروبي تسعى إلى زيادة حصتها في المقاعد البرلمانية خلال هذه الانتخابات من 154 مقعدا إلى 173 مقعدا على الأقل، في ظل تحركات قوية ومنظمة تقودها أحزاب التجمع الوطني الفرنسي والبديل من أجل ألمانيا وحزب الرابطة في إيطاليا، إضافة لحزب الحرية الهولندي، والتي تعهدت جميعها بإعادة تشكيل القارة الأوروبية بعد هذه الدورة الانتخابية. ونتيجة لتلك المخاوف، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مخطط لتفكيك الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى معاهدة تأسيسية للتكتل بعد الانتخابات لوضع استراتيجية أوروبا للسنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسؤولين السياسيين في أوروبا إلى الوقوف بشكل قاطع بوجه التيارات التي تريد تدمير أوروبا، كما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من خطر وجودي على أوروبا بأسرها إذا صوتت الأغلبية لصالح المتطرفين بحسب تعبيره. ويرى مراقبون أن أنشطة اليمين المتطرف والأحزاب الشعبوية في أوروبا أخذت منحى تصاعديا، مستغلة قضية الهجرة وحماية الحدود الأوروبية للترويج لمشروعها السياسي، مما ينذر بأزمة سياسية وصعوبة تشكيل أغلبية قادرة على انتخاب هياكل المؤسسات الأوروبية من رئاسة البرلمان ورئاسة الاتحاد واللجان، وكذلك الحفاظ على التوافقات التي ميزت السياسة الأوروبية حتى الآن سواء على مستوى الداخل الأوروبي أو الدولي. تعد قضية المهاجرين المعادلة الصعبة في حبلة انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد، بعدما أثارت الانقسام في أنحاء أوروبا طول فترة البرلمان المنتهية ولايته والتي استمرت 5 سنوات. لإلقاء الضوء أكثر على النقاش الدائر فيما يلي أرقام تشمل أعداد الأجانب في الاتحاد الأوروبي وعلى طلبات اللجوء والتي تلقاها أو تلقتها دول الاتحاد.
المهاجرون المعادلة الصعبة في أوروبا. عدد مواطني الاتحاد الأوروبي أكثر من 510 ملايين شخص، نحو 7.5% من بين مواطني الاتحاد لم يحملوا جنسية البلد الذين يعيشون فيه. 21,600,000 شخص بنسبة 4.2% من سكان الاتحاد يحملون جنسية بلد من خارج الاتحاد الأوروبي. ألمانيا أكثر دول الاتحاد ترحيبا بالأجانب، استقبلت 9,200,000 شخص. المملكة المتحدة استقبلت 6,100,000 شخص، وإيطاليا استقبلت 5 ملايين شخص، بينما استقبلت فرنسا 4,600,000 شخص. ولوكسمبورغ قد سجلت أكبر عدد من الأجانب الذين أصبحوا يشكلون 48% من سكانها، بينما بولندا ورومانيا سجلت أدنى عدد من الأجانب لم تتعدى نسبتهم 6%. تصريح الإقامة، تم إصدار نحو 3,100,000 تصريح إقامة جديد في 2017، ففي بولندا تم استخراج 683,000، بينما في ألمانيا 535,000، وفي بريطانيا 517,000، بينما في فرنسا 250,000. الأوكرانيون حصلوا على أعلى عدد من التصاريح التي تمنح لمواطني دول من خارج الاتحاد ب 662,000، والسوريون 223,000، والصينيون 193,000. أزمة الهجرة، في عام 2015 أكثر من 1,000,000 شخص دخلوا أوروبا، نحو 56 منهم من سوريا، و24 منهم من أفغانستان، و10% من العراق. عام 2016 انخفض عدد المهاجرين إلى نحو 383,000، بينما في عام 2017 انخفض عدد المهاجرين إلى 187,000، وفي عام 2018 انخفض عدد المهاجرين إلى 144,000، وفي عام 2019 سجلت منظمة الهجرة وصول 18,000 إلى الاتحاد حتى منتصف إبريل. طلبات اللجوء، سجلت دول الاتحاد الأوروبي 580,000 طلب لجوء في 2018. السوريون يمثلون أكبر عدد من مقدمي طلبات اللجوء، أكثر من 80,000 طلب. الأفغان 41,000 طلب. العراقيون أكثر من 39,000 طلب. عدد الموافقات على طلبات اللجوء، 88% من طلبات السوريين حظيت بالموافقة، 83% من الإريتريين حصلوا على الموافقة، و 46% من طلبات الأفغان حظيت على الموافقة، و 42% من طلبات العراقيين حظيت بالموافقة، و 27% من طلبات الماليين حظيت بالموافقة، و 20% من طلبات السنغاليين حظيت بالموافقة، و 5% من طلبات الألبان حظيت بالموافقة. المهاجرون المعادلة الصعبة في أوروبا. مصادر صحفية بريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي قد تعلن استقالتها من رئاسة الحكومة يوم غد الجمعة. فبحسب أحد الصحف البريطانية تحديدا تايمز، فإن رئيسة الوزراء قد تعلن عن استقالتها على إثر التبرد الحكومي على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي أعلنت الثلاثاء الماضي أنها تعتزم تقديم اقتراح جديد للبرلمان بشأن البريكسيت يتضمن التصويت على إجراء استفتاء ثاني. أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم استقالتها من منصبها احتجاجا على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تريزا ماي لملف خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وقالت ليدسوم في تغريدة على تويتر أرفقتها بكتاب استقالتها: بأسف بالغ وقلب حزين قررت الاستقالة من الحكومة. وتأتي هذه الاستقالة غدا عرض ماي خطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
يكشف اليوم وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت عن تفاصيل مشاركة بلاده لمعلومات مع 16 دولة في حلف الناتو بشأن الأنشطة الإلكترونية الروسية. ومن المتوقع أن يتهم هانت في خطابه خلال مؤتمر الدفاع السبراني أجهزة الاستخبارات الروسية بشأن حملة عالمية تستهدف بنى تحتية حيوية. وفق مقتطفات من الخطاب نشرتها وزارته، فإن هانت سيحذر من أن هذه الحملة العالمية سوف تسعى أيضا إلى اختراق شبكات حكومية مركزية، كما سيؤكد أن المحاولات الروسية للتأثير في انتخابات الولايات المتحدة وأوكرانيا تنتهك القانون الدولي وتبرر ردا متكافئا. في شأن آخر، طلبت السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم وثابت ضد إيران. جاء ذلك في رسالة بعثت بها السعودية إلى مجلس الأمن تنتقد فيها وتفند تصرفات إيران في المنطقة وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير، مؤكدة استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته المسلحة بالمنطقة وتعديه على السلام والأمن الدوليين وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم. وشددت السعودية في رسالتها على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار نجران الجنوبي جنوبي السعودية باستخدام طائرة بدون طيار. واستنكر غوتيريش أي هجوم يستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية مما ينتهك القانون الإنساني الدولي، داعيا أطراف الصراع اليمني إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات. انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي أداء الرئيس حسن روحاني وزير الخارجية جواد ظريف. وقال المرشد الإيراني أن روحاني وظريف لم يقوما بالواجب كما ينبغي لتنفيذ الاتفاق النووي. في السودان أعلنت قوى الحرية والتغيير نتائج مفاوضاتها مع المجلس الانتقالي العسكري حول هيكلة السلطة في الفترة الانتقالية. وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أنه تم الاتفاق على صلاحيات ومهام السلطات الانتقالية الثلاثة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وبرلمان انتقالي تكون نسبة مقاعد المدنيين فيه تصل إلى 67% على الأقل. وأضاف البيان أن الخلاف الوحيد يدور حول تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك به المجلس العسكري بضرورة أن يكون الغالبية فيه ورئاسته للعسكريين في السودان.
تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان من ضبط كمية كبيرة متنوعة من الأسلحة بمنطقة بحر شمالي الخرطوم. وذكر إعلام الدعم السريع أن قوة مداهمة نجحت في ضبط وكر الأسلحة وإلقاء القبض على المتهمين. والى اخر تطورات المشهد في ليبيا، حيث اعلنت الرئاسة الفرنسية ان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ابلغ الرئيس ايمانويل ماكرون خلال لقائهما في باريس بان شروط وقف اطلاق النار في ليبيا غير متوفرة في الوقت الحالي. واشار الإليزي الى ان حفتر ابلغ ماكرون ايضا بالاستعداد للانخراط في مفاوضات عند توفر شروط وقف إطلاق النار، ومضيفا أن حفتر أكد عدم استفادة الجيش الوطني من عائدات النفط في شرق البلاد. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تسجيل 1,083,000 ناخب حتى الآن للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وذكرت الهيئة أن تسجيل الانتخابات الرئاسية سوف يستمر حتى 4 يوليو المقبل. وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الوضع في منطقة الشرق الأوسط بالحساس والخطير، ومعربا عن خشيته من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة. وأيضا خلال لقائه بأمير الكويت الصباح الأحمد الجابر الصباح، دعا عبد المهدي إلى التعاون وتشجيع جهود الاستقرار ونزع فتيل الحرب على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جهته أكد أمير الكويت استعداد بلاده للمساهمة في جهود الإعمار بمختلف المحافظات العراقية. في المشهد السوري، دفع الجيش بتعزيزات عسكرية نوعية خلال الساعات القليلة الماضية إلى جبهات القتال بريف حماة الشمالي الغربي. وقال مصدر عسكري سوري إن هذه التعزيزات تأتي مع ارتفاع وتيرة المعارك التي تشهدها جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية، خاصة بعد سلسلة الهجمات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مواقع الجيش السوري بريف حماة. أعلن الجيش السوري إسقاط طائرة بدون طيار كانت محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة العسكرية. وأفادت وكالة سانا السورية أن الهجوم استهدف محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، ومشيرة إلى أن الطائرة تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن الحكومة السورية أعدت نقطتي عبور خاصتين للإسهام في مغادرة السكان المدنيين من منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأشارت إلى أن المسلحين المتمركزين في أراضي منطقة خفض التصعيد قصفوا خلال الساعات الماضية 13 بلدة في محافظتي اللاذقية وحماة، بالإضافة إلى مركز أبحاث علمية في حلب. هددت الولايات المتحدة تركيا بتبعات حقيقية وسلبية للغاية حال تنفيذها صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا. كانت مصادر بالخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أمهلت أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعين لتتخلى عن شراء المنظومة، موضحة أن المهلة تنتهي بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل. فندى مرشح المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول التركية أكرم إمام أغلو الأكاذيب التي ساقها الرئيس رجب طيب أردوغان لإلغاء انتخابه، داعيا ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد. أعلن أغلو خلال تجمع في اسطنبول لإطلاق حملته الجديدة أن أحدا لا يصدق ادعاءاتهم، وأدان الأكاذيب والأعذار التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي تحدث عن تجاوزات واسعة خلال الاقتراع. من المشهد التركي إلى تذكير بعناوين النشرة: انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي وسط مخاوف من فوز اليمين المتطرف. السعودية تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف ثابت ضد إيران. الجيش السوري يعلن إسقاط طائرة بدون طيار قرب مطار حماة العسكرية. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.